السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفة ديال واحد الرايب بلدي بواحد العشبة طبيعية من بدون ياغورت. دونك ندوزو نيشان الطريقة. دونك البنات غادي نحتاجوا الحليب ديال البقرة، ولا ديال المعزة، وغنحتاجوا لهاد العشبه هادي كيقولوا لها الحك، ديك الورده اللي كتكون في القوق، يعني البلدي اللي كيكون سوفاج، ديك الوريده الموف اللي كتكون عنده كنحيدوها. المهم هذا كيتباع هكذا عند العطاره. يعني غندير الريب بطريقه ناجحه في ظرف ساعه ساعتين ديال المكانه. الريب ديالنا كيوجد من غير ياغورت، من غير اي حاجه. انا غنديرو طبيعي بلا سكر، كيبقى لكم اختيار، بغيتو ديروه بالسكر ولا تنكهوه بالفاني ولا بمزهر، كيبقى الاختيار لكم. انا غنديرو طبيعي. دونك ندوزو نيشان الطريقه. اول شيء البنات كندير شويه الحليب في هذا الحك باش كيفزق، نديرو شويه باش يطلق، ومن بعد غندير الحليب ديالي اللي غادي نسخنو. الحليب كيبقى لكم شحال ما بغيتو ديرو، يطرون سيترو على حسب شنو بغيتو. دونك دابا الحليب ديالي غادي نسخنو شويه، ماشي غنطيبو وما غنغليش، غير غيبدا يسخن وغادي نحيدو. دونك نتلقاو من بعد. بنات الحليب ديالنا سخناه، دابا كنجيب واحد الكومبريس يعني ستيريليزي معقمين، كنفضل يكونوا هكذا، كنشريهم في لافارماسي. نتوما الى عندكم كتانه نقيه تعرفوها نقيه مزيان. دونك غادي نطلقهم هنا. غادي نجيب هذا الحك ديالي هنا، كندير هذاك الحليب اللي درت معاه، ما كنرميش. غادي نحزم، هذاك الحليب ما كنرميش، كنردو هنا وكنجي وكنخدم الحك ديالي هنايا في الحليب. كنفضل نخدم بيدي البنات، ما كنديرش ليغات، لان هذاك البلاستيك ديال ليغات انا ما نبغيش نديرو هنايا في الحليب، لان ما نقول لكمش المواد الكيماويه اللي في دوك ليغات. نفضل نخدم بيدي يكونوا نقيين ومغسولين مزيان، ما كاين ما احسن. الخبز ديالنا كنعجنوه بيدينا بلا ليغات، وكنبقاو نخدمو الحك هذا، كنبقاو نعصروه في الحليب ديالنا. طريقة زمان اللي كيديروا بها الريب، وفي الحقيقة لقيتها طريقة ناجحة، وفي ظرف ساعتين كيكون الريب ديالي واجد، وبيان سور كتبقى طريقة طبيعية. كتبقاو تخدموا هكذا البنات، عصروا الحك، تعصروا واحد 4 دقائق هكذا، 3 دقائق. من بعد انا غادي نخدم شويه الحك ديالي ونعاودو نرجع. دابا البنات ملي خدمت هذاك الحك مع الحليب كنديروه في كيسان ولا في زليفات، غادي نكمل الحليب اللي بقى ليا. دابا هاد الحليب، هاد الرايب البنات غادي نخليوه على برا لمده ساعتين، نغطيوه بشي طوغشون يكون نقي ونخليوه لمده ساعتين، ومن بعد كنديروه في الثلاجه حتى كيبرد كيشد مزيان.
وغادي تشوفوا النتيجه فرانشمون نتيجه ناجحه في ظرف ساعتين المكانه الرايب ديالنا كيوجد ما كنزيدوا فيه لا رايب لا والو بعشبة ونتلقى معكم باش نوريكم النتيجه ديالو من بعد. بنات بعد ما خليناه ساعتين على برا حراره الطبق وعاود درناه في الثلاجه باش يبرد الرايب ديالنا كيجي هكذا ها نتوما كتشوفوا نتوما صراحة ساعتين بالمقانة نوريكم شوفوا وطبيعي كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الرايب هذا بهذه العشبة موجود عندنا ما شاء الله ونتمنى تكون عجبتكم هذه الفكرة ونقول لكم الى وصفة قادمة ان شاء الله الى اللقاء.